يعني في ظل الختيارية بعد القصف كم يوم يعني كم يوم؟ والله اشهر يمكن يعني. فصارت هدنه بينهم وبين مصر بينهم وبين البيطاها سوى الاتفاقيه والله ما بدري سوى الاتفاقيه وطلع العزايز يجيبوا تركات وحملوا اللي بده يحمل حوايج اللي ظلوا ناس في البلد حمل حوايج وجاب واللي ملوش ناس ظل من الحوايج وصاروا يطيحوا من هان يتسللوا ويجيبوا مسك يبا يحضر الدولة الإنجليز وحضر الدولة الشهم هذول الأردنية يلي حضر الدولة الفلسطينية شو بدي صار الحمد لله وأبصر شو مكتوب علي أنا داري شو مكتوب والله ما بدر والله ما بدر والله مسعدين الناس والله بقوا مسعدين يجب والناس أكلهم كله من الأرض كل أكلهم من الأرض أي إشي من الأرض في الصيف يحضروا للشتوي يسوون مفتول يسوون برغل هذا البرغل يسرقوا القمح ويجرسوه ويحبوا للشتوي المفتول يفتلنه أول بأول اليوم سقعت الدنيا بدنا مفتول يقوم يسوها المفتول والطوابين في الدور وبعد ما يسمع لي كل شيء واللي ما عندوش ياخذ من اللي عنده والله يا جدي اللي ما عندوش يعطي اللي يعطي اللي عندهم يعطوا اللي عندهم اتولى فرن ويكرموا بعضهم ويعطوا بعضهم لانك يا واضحه زليتي علي حطيت من اللي سلف من المال